السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. وصفة اليوم هي عبارة عن حلوى دوا زيتي سهلة وبسيطة جدا لكن لذيذة في المذاق. كنتمنى أن الوصفة ديال اليوم تنال إعجابكم. تابعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. نبدأ في المكونات ديال هذه الحلوى اللي هما بسيط وفي متناول الجميع، لكن رغم بساطة المكونات غادي نحصل ان شاء الله على حلوى لذيذه وغادي تعجبكم ان شاء الله. كنحتاجوا اول حاجه قبصه ملح كما العاده في جميع انواع الحلويات. كنحتاجوا قبصه الملح، جوج الكؤوس ديال الزيت النباتي من وزن 120 مللتر ما يعادل 240 مللتر، زوج الحبات ديال البيض، 200 غرام ديال السمسم او الزنجلان اللي انا نصف الكميه ديالو طحنتها شويه باش كيطلق داك الزيوت ديالو كيطلق حتى المذاق في الحلوى، ونصف الكميه خليته كما هو. 120 غرام ديال الكوك، كوك عادي الا كان اللي كيكون الحبات ديالو رقاء كان احسن. 160 غرام ديال السكر بودره، والدقيق غادي نحتاج عندي هنا 500 غرام، وغادي نشوف على حسب نوعيه الدقيق شحال غادي ياخذ معايا. وكنحتاج جوج الاكياس ديال الفاني وكيس ديال خميره الحلويات من وزن 14 غرام. وكنبداو في التحضير. ضفت هنايا البيض اول شيء، نبدا نطرب شويه هذاك البيض بالفوي او بالطراب اليدوي، وكنبداو نضيفو السكر شيئا فشيئا وباقي المكونات، الزيت كذلك، والاكياس ديال الفاني المنسمات. انا عندي هنا زوج، كل كيس فيه 8 غرام ما يعادل 16 غرام. وضفت هنايا السمسم، وفي هذه المرحله غادي نستغناو على الفوي ونستعملو يدينا باش كنتحكمو في القوام ديال الحلوى. ومن بعد غادي نضيف الكوك ونبقى نضيف الدقيق حتى يتجمع معنا الخليط. الخليط كيبقى شويه كيلتصق في اليدين. انا ما خدتش معايا بزاف ديال الدقيق، كانت عندي هنايا 500 غرام، خدت معايا تقريبا 350 غرام ديال الدقيق. وفي اخر مرحله كنضيفوا البيكنج باودر او خميره الحلويات ونجمعوا العجين. من بعد ما كيتجمع معنا العجين، طبعا كيف قلت راه كيكون شويه كيلتصق في اليدين، ومن بعد على حسب الكوك راه كيبقى يشرب شويه. كنعملوا كويرات صغار كنوضعو ليهم الوجه ديالهم في السمسم، وكندخلوهم الفران، كنبعدوهم شويه وكندخلوهم الفران لدرجة حرارة 170-180 درجة لمدة 20 حتى 25 دقيقة وكنخرجوها. كنستمر على هذه الطريقه حتى كنكمل كميه العجين كامله اللي عندي. نصف الكميه ديال العجين عملتها غريبه عاديه، ونصف الكميه عملت لها حفره صغيره في الوسط باش من بعد كنزينوها يا اما بالكراميل يا اما بالمربى حسب الرغبه وحسب الموجود. تزيين بسيط لكن كيعطينا جوج شكيلات مختلفين. وكيف قلت كندخلها الفران مسخن من قبل شويه على درجه حراره 170-180. هنايا انا عملت شويه ديال المربى، سخنته مع شويه ديال القليل من ماء الزهر، وغادي نزين به هذوك الحفر
اللي درت من قبل. طبعا نتوما ما تغفلوش عليها كيف درت انايا، يعني ما خصش تاخد اللون اكثر من الذهبي. عندي هنايا 3 أو 4 حبات خدا اللون ديالهم اكثر من القياس، لكن نتوما غادي تردوا مع البال باش ما تاخدش اللون اكثر من المطلوب. وغادي نستمر على هذا الشكل في التزيين ديال الحلوى ونتلاقاو في الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى ديالنا ديال اليوم، دوازاتي ساهل وبسيط. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم. ما تنساوش تشتركوا في القناه، ديروا جيم، والى اللقاء في الفيديو الجاي ان شاء الله.